أفهم من كلام حضرتك إن كان هناك مشكلة اقتصادية أصلا من قبل الحرب، والحرب هي اللي تسببت في الانهيار الكامل أو السقوط الشديد للاقتصاد زي ما احنا بنشوف كده. ده صحيح. إسرائيل أصلا بتعاني من صراعات داخلية من فترة كبيرة، بتعاني من أزمة ثقة داخلية جوه الكيان الإسرائيلي بشكل عام. من ضمن هذه الأسباب هو المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه حكومة تل أبيب. خليني أقول لحضرتك برضو إن قياس تأثير الحرب ده بشكل كامل مش هيبقى بالشكل المضمون الشامل حاليا، لأن احنا محتاجين نعرف مدى حجم هذه الحرب ومدتها، وبالتالي هنقيس مدى تأثير الاقتصاد الإسرائيلي ومدى سلبيات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. هل ده واحد من الأسلحة اللي تقدر تعتمد عليها المقاومة الفلسطينية، إنه يعني مش هتقدر الكيان الإسرائيلي المحتل إن هو يستمر في هذا الموضوع أكتر من كده، لأنه ده هيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اللي هو بالفعل عنده مشاكل فيه؟ صحيح، ده جزء كبير معول عليه، لان احنا رايحين لجزء اخر في الاقتصاد الاسرائيلي هو عجز الموازنه. اسرائيل هتخصص جانب كبير جدا من الموازنه بتاعتها للحرب، الاقتصاد هيتحول لاقتصاد حرب، هيؤدي الامر الى حدوث عجز في الموازنه. قد يحدث بعض التدعيمات مثلا على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية، ده الأداء المعتاد منهم، وده بيحصل دلوقتي يا دكتور عيد، وده كان السؤال اللي عايز أسأل حضرتك عنه. دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم قوات الاحتلال بملايين الدولارات بشكل شبه يومي، هل هذا ممكن أنه يعوضها عن الخسائر بالفعل اللي حصلت خلال فترة الحرب؟ كلام حضرتك صحيح جدا، هو حصل بالفعل دعم من الاتحاد أو من الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي لصندوق الحرب في إسرائيل، ضخ حوالي 13 مليار دولار، لكن عايز أقول لحضرتك إن حجم الخسائر كبير جدا، وامتداد الحرب وقوتها هيؤثر بشكل أكبر في الفترة القادمة. فهل أمريكا هتكون على هذا القدر من استكمال هذه المعونات بهذا الشكل؟ لأن الحرب وحدتها بتدي خسائر أكبر على المدى البعيد، فكلما زادت حدة الحرب وكلما زاد التوقيت كلما زاد الخسائر التي تتكبدها إسرائيل. بقول لحضرتك حوالي 360 ألف جندي من الاحتياط، هو وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت هو الاستدعاء الأكبر في تاريخ إسرائيل في هذه الحالة، أو فبالتالي الأمر يستلزم جهود أكبر من كده. إسرائيل بتخسر يوميا حوالي مليار شيكل، وبالتالي أمريكا هتحاول تروح ل يعني حلول أكتر من كده بسبب دعمها المتواصل للحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الفصائل الفلسطينية وضد المقاومة الفلسطينية.